المصرية دايما بتشتكي من زيادة وزنها، وصعب جدا عمل الرجيم عند معظم الستات. يا ترى ايه هو الاسلوب السليم لعمل الرجيم؟ لان كتير من الستات بتعمل رجيم وما بتنجحش، او اللي بتنجح في انقاص وزنها بسرعة بترجع تاني تزيد نفس الكمية اللي فقدتها، بل بالعكس لو فقدت 5 كيلو بنرجع نشوف ان هي بعد كده زادت اكتر من ال5 كيلو. ازاي ممكن نعمل رجيم صحي سليم بدون متاعب صحية؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفنا الدكتور منير ويليام، استشاري امراض السمنة والتخسيس. ازاي ممكن اي انسة او سيدة تتخلص من وزنها الكبير؟ والحقيقة عشان نتكلم على زيادة الوزن او السمنة او البدانة، فاللي بيحصل ان دي بيكون نتيجة لتراكم الدهون في اماكن محددة من داخل الجسم. هذه الدهون بتبقى عبارة عن خلايا دهنية محددة بأماكن محددة. علشان أنا أقدر أتحكم وأمنع هذه تراكم هذه الدهون من البداية كنوع من الوقاية، لابد أن يكون عندي في البداية أسلوب غذائي محدد، وبعدين يكون في أسلوب رياضي ثابت، زائد أضيف ليهم قوة إرادة، ودي مهمة أوي. فبالنسبة للأسلوب الغذائي، يبقى المفروض أن الأسلوب الغذائي بيتعلق بالأغذية اللي بنتناولها. في أنواع معينة من الأدوية من الأغذية المفروض إن أنا ما أتناولهاش خالص. يعني مثلا زي الخبز، زي الدهون، زي الأسماك المستديرة، زي اللحوم، أنواع معينة مثلا زي لحم البيتلو، ما إلى هذا، آيس كريم، قشطة، الحاجات اللي هي مليانة زيوت. في أنواع معينة تاني من الأغذية هي اللي بصرح إن أنا أبتدي آكل فيها، زي معظم الخضروات، زي نسبة كبيرة أوي من الفاكهة، زي مثلا لو رجعنا مثلا الأسماك، الأسماك المرطبة بتكون نسبة الدهون الموجودة في داخلها أقل كتير جدا، زي مثلا برضو اللحوم، اللحوم الخفيفة زي اللحوم البتلو وما إلى هذا. يبقى هنا في أنواع معينة من الأكل مسموح فيها، أنواع معينة من الأكل غير مسموح فيها. لكن بعد كده بندخل بقى في أنظمة غذائية، بمعنى رجيم، رجيم يعني نظام، نظام يعني في أسلوب محدد أنا بتبعه. هذا الاسلوب انا عايز اقول انه مش محدد بوقت معين، بمعنى ان انا اعمل غذاء مثلا او اسلوب غذائي مثلا لمده شهر او شهرين فاخس فيهم فخلاص، لا. الرجيم ده عباره عن اسلوب حياه. اسلوب حياه يعني ايه؟ يعني السيده اللي موجوده في المنزل هي المسؤوله تماما عن انها تخلي هذا البيت او هذا المنزل هي اللي بتقدم لهم الاكل، فيبقى بالتالي هي اللي بتنظم حياه هذا المنزل وهي اللي بتقدم هذه الاغذيه، فيبقى السيده الموجوده في المنزل هي المسؤوله عن اسرتها، مش لمده اسبوعين، شهر، شهرين، سنه، لا، ده طول العمر، ده اسلوب حياه، ده غذاء موجود من اسلوب حياه. طبعا انظمه الرجيم انظمه كثيره جدا ومتعدده. يعني مثلا نقول كده بتعمل رجيم بتنجح فيه، واحده بتفشل، واحده بتعمل رجيم من اليوم الواحد، واحده بتعمل رجيم 7 ايام، يعني نلاقي انظمه مختلفه. يعني ايه اللي بيخلي يعني انواع الرجيم تختلف بالطريقه دي؟ هو اختلاف نظام الرجيم فعلا بتفترق من منطقه للمنطقه، وبتفترق من شخص الى اخر، على اساس اولا كميه الدهون المنتشره في الجسم، اماكن انتشارها هل هي محدده في اماكن محدده ولا منتشره في الجسم بطريقه معينه؟ هل هذه السيده مثلا متزوجه او لا؟ هل هذا الشاب السن، مرحله السن بتاعته، هل متزوج او غير متزوج؟ لان هنا الحاجات دي كلها بتتجمع مع بعض وبنحدد فيها الاسلوب المناسب، مش الشخص بقى، في الاسره. انما اذا كان شخص الانفراد يبقى حاجه، واذا كانت اسره حاجه. برضه احب انبه ان بنقول ايه؟ ان الرجيم مش معناها نظام قاسي الانسان يعيش بيه. يعني انا الرجيم صحيح هو نظام، لكن مش شطاره ان انا اعمل نظام قاسي انزل الوزن لمسافه كبيره جدا او كميه كبيره جدا بالنسبه للوزن وبعدين يرجع تاني ويزيد عنه. هي الخطوره مش يرجع تاني كمان، الخطوره ان انا لما انزل كميه الدهون فجاه ومره واحده مش الاماكن الظاهره هي اللي بتختلف، لا، ده اول منطقه مثلا بالنسبه للجسم بتتاثر كميه الدهون الموجوده في جدار البطن من الخلف او حول الكليه، الكليتين. فتبص سيادتك اللي بيعمل نظام رجيم قاسي جدا، كميه الدهون الموجوده حول الكليه بتتاثر، تبتدي الكليه في مكانها تتحرك الى اعلى او اسفل، ممكن تنتهي الحكايه الى ان بعض المشاكل بالنسبه للتبول قد تنتهي الى فشل كلوي. يبقى انا بعمل نظام رجيم علشان اصلح جسمي وانتهي بمشاكل ثانيه انا في غنى عنها. طبعا. فطبعا النظام الرجيم القاسي جدا ده مش مظبوط. لابد ان النظام الرجيم يكون منظم، وزي ما قلت لسيادتك ده اسلوب حياه، يعني هفضل اتابعه طول عمري، لان لما هسيب نفسي اكل هيبتدي يرجع ثاني.
برضه انا عايز اقول ان الريجيم ده بيخس. قلت ان اول اماكن بتخسس هي الدهون الموجوده في جدار البطن من خلف اعفاء الكلى، تحتها بنبص نلاقي الوجه والنصف العلوي واخر منطقه هي البطن والارداف. فبرضه اللي بيتابع نظام الريجيم بيقول لك انا ليا فتره طويله بعمل ريجيم ولا نزال الاماكن اللي بشتكي منها موجوده. البطن والارداف دي اخر منطقه بتتاثر في الريجيم، ولما اجي اكل اول منطقه بتتملي. دكتور منير، لكن بنجد احيانا بعض الناس بتعمل ريجيم لكن ما بتفقدش اي كيلوغرام من وزنها. يبقى هذا النظام، يعني هذا الاسلوب من الريجيم لا يتناسب مع هذا الشخص. او ان الانسان ده بيتبع الريجيم كاسلوب غذائي فقط بدون ان يستخدم جنبه الاسلوب الرياضي. يعني الغذاء، ان انا اعمل نظام غذائي وبس او فقط، ده لا يصلح كريجيم، انما لابد ان يكون معاه اسلوب رياضي. اسلوب رياضي بمعنى يعني اللي ما يقدرش ابسط حاجه يمشي مسافه مثلا ربع ساعه الصبح وربع ساعه بالليل، دي كافيه تماما ان هي تقدر انها تنزل او تساعد على انزال الوزن. مش كده وبس، كمان الاسلوب الرياضي ممكن يساعد على انه يزيد الدهون اللي موجوده في الدم، يزيد الكوليسترول، يقلل من نسبه الاصابه. طبعا العالم كله بيتجه ناحيه ال، واللي اقوى من كده كمان ان الانسان اللي بيتبع اسلوب رياضي الدهون اللي بتخف من وزنه بتكون اساسا الدهون الموجوده في اماكن تحت الجلد، انما اللي بيتبعش اسلوب رياضي بتكون الدهون المفقوده هي الموجوده تحت الجلد بالاضافه للدهون الموجوده في العضل، وبالتالي يبقى جسمه بيبتدي يبقى ضعيف جدا. فبالتالي الانسان اللي بيكون بيتبع اسلوب رياضي كميه الدهون اللي بتفقد من العضلات اقل، وبالتالي تكون عضلاته اقوى، وبالتالي يستطيع ان هو يستمر ويواجه الحياه وهكذا. بعض الاحيان في ناس بتاكل كتير وما بتبانش عليها، يعني بتكل، وفي ناس بتاكل قليل بس تلاقي جسمها مليان. ايه الفكره بقى في التناقض ده؟ هو المسؤول عن هذا السمنه في البدايه زي ما قلت لسيادتك هو الخلايا الدهنيه. اللي بياكلوا كتير وما بيظهرش عليهم نسبه الخلايا الدهنيه اللي موجوده في داخل الجسم قليله. وبالتالي مهما بياكلوا فكميه الدهون اللي بتمتص وتدخل في داخل الخلايا قليله، وبالتالي لا تظهر عليهم. انما الناس اللي هي مجرد اي اكل قليل وبتظهر وبتبقى كبيره، نسبه الخلايا الدهنيه الموجوده في الجسم كبيره. اذا كان هذا التناول الطعام بكميه كبيره قبل مرحله البلوغ يحصل ان الخلايا الدهنيه بتنقسم بزياده عددها. الخليه تبقى 2 تبقى 4 تبقى 50 هكذا. بتتضاعف بزياده العدد، بتنقسم في العدد. انما الجماعه اللي هم بعد سن البلوغ بيحصل ان الخليه بتكبر في الحجم دون ان تزيد في العدد. كلاهما عدد الخلايا الدهنيه الموجود في الجسم كثير وبيكبر سواء بالانقسام او بالحجم، وبالتالي بتظهر اعراض السمنه. دكتور منير ويليام، يعني ايه راي سيادتك في الرجيم الغذاء دون نوع الواحد؟ يعني الناس بياكلوا مثلا ثلاث ايام موز بس، يقول لك انا خسيت 3 كيلو، لكن بعد يومين لو كلت ورجعت ثاني اي كده وانسه بترجع نفس اللي هي فقدته ويمكن اكثر كمان. ايه راي سيادتك في الوقت؟ هو نظيم الغذاء النوع واحد اللي بيحصل ايه؟ ان انا بجوع الخليه.
فالخلية لما تجوعها تفقد بعض كميات من المياه بالذات وبعض المواد الأيونية الموجودة في داخلها، ففعلا الجسم بيخس بطريقة معينة. لما ارجع انا ادي للخليه دي كافه متطلباتها الثانيه بترجع تسمن مره ثانيه. فنظام الريجيم ذو النوع الواحد لم يثبت نجاحه، وبالذات في الحاجات اللي هي تعتمد على فواكه وبس وحاجات زي كده. لكن ثبت نجاحه في الحالات اللي انا بعتمد فيها على البروتينات. يعني نظام الريجيم اللي بيعتمد على البقول والبروتينات ده ممكن يديني نجاح، لان انا بدي الجسم المواد اللازمه للحياه. فبالتالي ده ممكن يزيد نجاح. انما اذا اعتمدت على نظام الريجيم ذو النوع واحد على المواد الكربوهيدراتيه بس او على الفاكهه بس، فده الى حد كبير مجرد ما اني انتهي منه بيرجع الجسم يستعيد ويرجع الجوع اللي كان موجود فيه وبيرجع الشخص كما كان. سمعنا موضه مثلا يقول لك ريجيم رجال الفضاء الامريكيين وريجيم النقط وريجيم الكالوريز، يعني ايه الفرق بين هذه الانواع من الريجيمات؟ هو الرجيم اساسا مساله كالوريز. الرجيم عباره عن نظام يساوي كالوريز. كالوريز يعني تتحمل كالوريز. هو اللي بيحصل سيادتك، اي اكل احنا بناكله بيدي للجسم طاقه. اذا سيادتك اكلنا جرام بروتينات بيدي للجسم ثلاثة طاقه، ثلاثة كالوريز. ايوه. اذا اكلنا جرام دهون بيدي 8 طاقه. اذا اكلنا جرام كربوهيدرات بيدي 3 طاقه. لكن يبقى بالتالي احسن حاجه هي الدهون، لكن اللي اسهل للجسم في الامتصاص هو المواد الكربوهيدراتيه تحتها البروتين. أيوة. اصعب حاجه هي الدهون طبعا. وبالتالي انا ما اجيش ادي للواحد كميات من الدهون علشان الطاقه تزيد، بينما اسهل لي ان انا ادي له كميات من المواد الكربوهيدراتيه اللي بتفيد الجسم في الطاقه والحركه والتمثيل السريع بالنسبه للاكل. فالمساله مساله كالوريز اللي هي بالظبط الطاقه. كل لما بزود نتيجه من الاكل من نفس هذا الاكل، كل لما بزود كميه الطاقه اللي موجوده في داخل الجسم كل ما بيحصل ان الجسم بيسمن. فاذا انا قللت كميه الطاقه وخليتها تناسب المجهود اللي بيبذله الانسان، ما هو ممكن واحد يقعد ويقفل على نفسه طبعا، فيبقى بالتالي انا ما عملتش حاجه. لا، انا ببذل مجهود وبدي قصاد هذا المجهود كميه طاقه تعادله، وبالتالي بحافظ على بنيه الجسم بتاعي. فإذا أنا اديت كمية طاقة تعادل كمية المجهود بتاع الجسم، يبقى بالتالي هذا الإنسان محافظ على جسمه طول الوقت. فيبقى الرجيم عبارة عن إيه؟ عبارة عن طاقة. جميع أنواع الرجيم اللي شفت قلت عليها في الفضاء أو موجودة هنا كلها بدي كمية معينة من الطاقة تناسب المجهود اللي بيبذله هذا الشخص. شخص ما بيتحركش، محبوس جوه سفينة فضاء، كل التفكير بتاعه تفكير ذهني محدد، مفيش مجهود عضلي، بالتالي كمية الكالوريز الموجودة إلى حد ما محدودة، فبقدر أظبطها له وأديها له. فهي المسألة مسألة مقدار الطاقة اللي بتأخذ للجسم، نمرة واحد. نمرة اثنين، ازاي الجسم بيأخذ هذا الغذاء ويتصرف فيه بسرعة. يعني سيادتك مثلا ممكن تقولي نديله دهون، الدهون بتدي طاقة سريعة، بس التمثيل الغذائي بتاعها صعب جدا، فمش هيقدر الجسم يستحمله. اديله طاقة سريعة جدا والجسم يقدر يستفاد منها. من الأطباق